قدم بالفعل كسب السنه دي 68 فعلا. مليون تقريبا 160 مليون 68 مليون مكاسب وده في حكم المعجزه مع المصاريف دي كلها، لكن الانتصارات اعتقد هي اللي فرقت معاك طبعا. الفلوس اللي بتجي لك، بعت بعض اللعيبه، عملت شويه اعراض، هو ده اللي بيجيب لك الفلوس. انت ميزانيه الكوره مليار وشويه، مليار 100 وشويه، من 170 تقريبا، والمصاريف حوالي مليار حاجه و70. بتتكلم يعني في استاد النادي الاهلي، بتتكلم في 18 مشروع 800 مليون جنيه، 800 مليون جنيه اللي فاضلين ده غير الاستاد، غير الاستاد. الاستاد حاجه ثانيه. ده مليارات ده لسه. وده بقى يعني برضو يا كابتن مع احترامي يعني يعني عايز اتطرق لموضوع انا في رايي الشخصي موضوع مهم جدا. اتفضل. عشان اصلاح الكره المصريه. نعم. النهارده بيقول لك الانديه والاستثمار الخارجي والكلام ده كله. هو احنا النهارده اما بندي رخص انديه، ايوه، مش بندي رخص انديه بكرايتيريا معينه؟ طبعا. من اهم الكرايتيريات ايه؟ انك انت بتعمل ميزانيه مستقله. طبعا. والميزانيه دي على الاقل تبقى مكيت. ايوه. مش خسران. نعم. لكن انت النهارده ما بتشوف انديه، مع كل احترامي لكل الانديه، نعم، بتصرف اكتر من الاهلي والزمالك. وبتجيب يعني، وممكن تكون بتبوظ ال 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 المنظومه، المنظومه وال 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 والسيستم، بالسيستم. نعم. وفي نفس الوقت ما بتبصش على ميزانياتها. يعني بالله عليك، هل ده في صالح الكره المصريه؟ لا، ما بس في لجنه تراخيص في الاتحاد المصري، ولجنه التراخيص دي مش لازم من ضمن الحاجات، جدا على فكره مستشار رائع، مش من ضمن الحاجات اللي لازم تبص عليها. نعم. الميزانيات، وانت بتعمل ميزانيه مستقله ليه؟ ايوه، مش عشان تشوف الفلوس دي جايه منين ولا رايحه فين. اه، انا بقى انا بنادي المهندس هاني بوريده. ايوه، ان شاء الله ربنا يكرمه، بكره هينتخب خلاص، هو جاي بالتزكيه. لازم يبص في هذا الموضوع. لان في ناس بتبوظ، في انديه معينه بتبوظ الكوره في مصر. نعم. بتبوظ، بتجيب، بتحاول تاخد لعيب من هنا وتدفع له اكتر هنا. طب انت بتجيب فلوس منين؟ نعم. انا نفسي اعرف هو يعني ايه استثمار. يعني لما بدفع فلوس قرش يجي لي قرشين. نعم. مش هدفع قرش أو أكيت. نعم. لا، الاستثمار يبقى تكسب. ممكن يقول لك انا هكسب بعد كام سنه. بعد كام سنه؟ ماشي. في حاجه اسمها كده؟ مفيش حاجه اسمها كده. فارجو من المهندس هاني بوريده يبتدي يبص بقى مداخل الناس دي بتيجي منين. الدنيا ماشيه ازاي؟ انت بتبوظ لي المنظومه كلها. ما ينفعش. لازم يبقى في ضبط وربط في هذا الموضوع. أنا دي نقطة يعني مهمة في غاية الأهمية، وهي دعوة إلى لجنة التراخيص وإلى اتحاد الكرة الجديد إن الأصول تمشي على الجميع بلا استثناء.